بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله ابنائي طلاب وطالبات الصف الاول ابتدائي من التعليم المستمر في درس جديد في ماده التربيه البدنيه معي انا الاستاذ ماجد الحميدان فاهلا وسهلا بكم درسنا راح يكون اكيد استكمال لوحدتنا وحده كره اليد استلام الكره باليدين من مستوى الصدر متطلبات النشاط البدني دائما النوم المبكر لراحة جسمك من 7 إلى 9 ساعات ليلا وتجنب السهر أكيد تناول غذاء الصحي المناسب في المنزل ثلاث وجبات وتكون في أوقاتها فطور غداء وعشاء أكيد المكان المناسب عوامل الأمن والسلامة نراعيها دائما يا أبطال باختيار المكان المناسب من حيث التهوية والإضاءة والمساحة ارتداء الملابس المناسبة أثناء ممارسة النشاط الرياضي سهل عليك النشاط الرياضي وتعمل بكل أريحية وأخيرا شرب كميات كافية من الماء خصوصاً عند ممارسة الأنشطة الرياضية حتى نعوض السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال عملية التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية. فوائد ممارسة النشاط الرياضي عند ممارستك لأي نشاط رياضي تأكد أنك راح تحصل على عدة فوائد أهمها يحسن لياقتك القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك يحافظ على وزنك الصحي المناسب يقيك من عدة أمراض كأمراض السمنة والقلب والسكري من الدرجة الثانية كفانا الله وإياكم شره وأكيد قدرتك على ممارسة جميع أنشطتك خصوصا الرياضية وبما اننا تكلمنا عن اهميه ممارسه الرياضه وفوائدها اكيد كلنا متحمسين لاداء الانشطه الرياضيه. على القدمين قف. اول تمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان. واقفين في مساحه امنه ومبتدين الزي الرياضي مع بعض. تمرين جماعه ابتدي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل لتمرين سكوات ثاني تمرين يا أبطال نفتح قدمين باتساع الكتفين نظر للأمام واليدين أمام مقدمة الجسم جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال قفز على أمشاط القدمين أبطال عشرين ثانية جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبع ثمان تسع عشر تكمل العافية أبطال التمرين الرابع افتح القدمين بشكل واسع تكون ممدودة ثانية جذع للأسفل يا أبطال فتح الذراعين جانبا اليد اليمنى يا أبطال تلمس القدم اليسرى واليد اليسرى تلمس القدم اليمنى والجسم ثابت جاهزين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشرة يعطيكم العافية أبطال ندخل على تمرين إطارات أول تمرين أبطال ضم القدمين للعضلة الخلفية للفخذ تكون ممدودة بشكل كامل لا يكون هناك انثناء نزول والثبات على هذا الوضع لمدة عشرين ثانية جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال آخر تمرين العضلة الأمامية للفخذ من خلال سحب القدم اليمين باليد اليمنى واليسار باليد اليسرى جاهزين مع بعض. تمرين جمع ابتدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. قدم الأخرى أبطال واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس ستة، سبعة. ثمان تسع عشر يعطيكم العافيه ابطال كذا نكون انتهينا من اداء التمارين الرياضيه تذكر دائما اتباع السلوكيات الصحيحه بالحياه حتى تنعم بحياه صحيه دائما حاول النوم مبكرا وتجنب السهر تناول الغذاء الصحي وابتعد عن الغذاء الضار اشرب كميات كافيه من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش ولا تستبدلها بسوائل اخرى ضاره مثل المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه ومارس رياضه تفضلها تاكد ان هنالك رياضه تناسبك بطل دا حاول دائما تمارس اي رياضه او مارس التمارين اللي اخذناها قبل قليل يا ابطال برفع شده التمرين، وقت التمرين، التغيير باشكال التمرين، الاهم ان تمارس الرياضه حتى تحصل على الفوائد اللي نذكرها في بدايه كل حصه يا ابطال. شوف درسنا لهذا اليوم استلام الكره باليدين من مستوى الصدر. طبعا نتكلم عن استلام الكره باليدين من مستوى الصدر يا ابطال لما ما نشرح وين المهاره اكيد راح تقول في استلام الصدر في كره القدم صحيح وفي في كره السله وفي في كره اليد استلام ابطال يقتصر لا يقتصر على لعبه معينه ابطال لكن لازم نعرف ما هي الرياضه رياضه كره اليد والتي تلعب باليد ابطال من خلال تنطيط الكره والمشي من خلال التنطيط وتسجيل الاهداف في مرمى الفريق المنافس دائما نذكر ان كره اليد لعبه جماعيه عدد لاعبيها سبع لاعبين لكل اكيد فريق حارس مرمى من السبع لاعبين ابطال تلعب بشوطين مدة الشوط 30 دقيقة يا أبطال يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف وهذا شكل كرة رياضي أبطال خطوات الفنية لاستلام الكرة باليدين من مستوى الصدر يعتبر استلام الكرة في أي موقف من مواقف اللعب من أهم شروط الأداء الأساسية الواجب توفرها في اللاعبين وتؤدى المهارة وفق الوصف الفني التالي من وقوف إحدى القدمين متقدم عن الأخرى نصف خطوة أي أبطال عشان نعرف الفرق بين خطوة ونصف خطوة، الخطوة هذه هي ابطال لكن نصف خطوة تكون بتقدم قدم فقط، الخطوة اللي تأخذها يا بطل حاول انك تكون تأخذ نصف هذه الخطوة تماما يا بطل. هذه أول خطوات ودائما البداية الصحيحة تهيئك لأداء المهارة بشكل صحيح. مد الذراعين أماما مع انثناء بسيط في مفصل المرفق، حيث تتواجه اليدين في شكل مثلث مقابل الكرة مع ارتخاء مناسب في الذراعين استعدادا لاستلام الكرة على مستوى الصدر. أي أبطال؟ شكل اليدين ابطال مثلث دائما بالشكل هذا يا ابطال حتى احاول استلام الكره ما احاول اكيد اوسع حركه اليدين او تكون مفتوحه باتساع الكتفين او الصدر حتى ما نستطيع السيطره على الكره هي ما هي كره سله ابطال نفتح اليدين بشكل اكبر لان حجمها كبير وزنها كبير حجمها جدا صغير نحاول ما نبالغ بفتح اليد طبعا مد الذراعين حتى نمتص الكره او سرعه الكره يتكون مثلث من ابهام اليدين من الاسفل اي قاعده مثلث وتشكل السبابه في اليدين الضلعين الاخرين بالشكل هذا يا ابطال نفتح بالشكل هذا يا ابطال حتى نشكل مثلث يا ابطال ونستلم الكره بشكل دائم يا ابطال لنحاول ندقق بشكل الحركه كذا ما تكون يدين أمامي يا ابطال انثناء من مفصل المرفق واليد مفتوحه حتى تسهل لك استلام الكره الاهم ان ما تكون يدين دائما كذا يا ابطال لانه راح اكيد هذا راح يكون احتضان الكره وراح يصعب علينا استلامها، دائما تكون بالشكل هذا حتى نشكل مثلث بالابهام والسبابتين يا ابطال، عند لحظه ملامسه الكره للاصابع يتم امتصاص اندفاع الكره بتحريك الذراعين للخلف نحو الجذع بعد استقبالها ثم تامينها بالجذع يا ابطال، اي ابطال تاكد انك اثناء المنافسه لن تكون مرتاحا لاستلام الكره، في منافس يحاول قطع الكره، واكيد مع تناقل الكره نعرف انه في قانون في كره اليد يمنع اللعب السلبي بتناقل الكره يا ابطال، فتحاول دائما التمرير بشكل سريع لمحاوله تسجيل نقطه او هدف يا ابطال، لذلك اثناء التمرير اكيد في تمريرات سريعه لازم نكون دائما جاهزين يا ابطال، فاقدم قدم نص خطوه النظر اتجاه الزميل الممرر يا ابطال، اليدين تشكل مثلث، مجرد ما استلم الكره امتصها، قربها جهه الجذع يا ابطال او الصدر بعد ذلك اتصرف هل انا راح اصوب امرر هنا ندخل على مهاره جديده في كره اليد معناتها استلام الكره بشكل صحيح دائما هو الاساس يا ابطال بعدها تتعلم مهارات التنطيط ومهارات التمرير بشكل صحيح يا بطل مراجعة لدرسنا هذا اليوم عند أداء مهارة استلام الكرة باليدين من مستوى الصدر تكون إحدى القدمين متقدمة عن الأخرى بنصف خطوة للأمام إحنا ذكرنا أكيد أن التقدم ما يكون بخطوة للأمام يكون بأيش يا أبطال أحسنتم نصف خطوة ختاما يا أبطال تعلمك لاستلام الكرة باليدين من مستوى الصدر راح يهيئك على تعلم مهارات كثيرة في كرة اليد، لذلك التزم بالخطوات الفنية حتى تتقن أداء لعبة كرة اليد ودمتم بصحة ونشاط